نرحب فيكم مشاهدينا من جديد. فقرتنا الحوارية لليوم الأولى هي الزاوية الاجتماعية. التفاؤل إحدى أهم صفات الشخص الناجح، فالتفاؤل يزرع الأمل ويعمق الثقة بالنفس ويحفز على النشاط والعمل، وهذه عناصر النجاح. للحديث عن التفاؤل والنجاح نرحب بالباحثة الاجتماعية ريما أبو العروس. يسعد صباحك ريما. صباح النور يا هلا. يسعد صباحك ريما. صباح الخير. أهلا. هلا مثل ما بنعرف يعتبر التفاؤل تعبير صادق عن الرؤية الإيجابية للحياة. بدنا تعريف للتفاؤل بشكل تماما. التفاؤل هو أي شخص متفائل بتشوفه عنده نظرة إيجابية لحياته الحاضرة، هو شو في حواليه هلا عم بيحيط، عنده نظرة ورؤية إيجابية للي عم بيعيشه هلا بالوقت الحالي واللي ممكن يعيشه بالمستقبل، وإذا فكر يرجع للماضي بياخذ منه عبر ودروس لأكثر ولا أقل. هو شيء إرادي نابع مني أنا كشخص، عملية نفسية إرادية بتولد عندي مشاعر الخير وكل شيء بيندرج تحته من أمل ورضا وسعادة وقناعة، بيخلصنا من مشاعر العجز الانهزامية والتشاؤم طبعا واليأس. حلو. هيدا الشيء رغم كل الصعوبات أو التحديات اللي ممكن، رغم كل شيء ممكن يمرق مع الشخص، نزلات وطلعات بالحياة. حلو، نزلات وطلعات. ايه طبعا. طيب شو رأيكم بالبداية نشوف تقرير لزميلتنا سحر قزق عن رأي الناس بهذا الموضوع وخاصة التفاؤل كيف بينظروا له نظرة خاصة؟ نشوف مع بعض تقرير زميلتنا سحر قزق. كأسراب مشاعر مهاجرة تغرق ذواتنا، نسير في اتجاهات تحيرنا، تشرق بنا الدروب وتغربنا، وتتوه بنا النوايا فتثمل من كؤوس فارغة. نصطدم بعوائق نفوسنا ونقف عاجزين عن الانطلاق، ثم يتبادر إلى أذهاننا ذاك السؤال الذي يفرض نفسه: متى سيتحرر العقل من علائقه؟ والجواب يكمن في كلمة، ألا وهي التفاؤل. التفاؤل الذي يجدد الأمل ويعمق الفكرة والثقة بالنفس ويحفز على العمل ويدفع على النجاح. والتفاؤل هو التحدي مع النفس لإطلاق الطاقات والمواهب الدفينة، وهذه كلها عناصر لا غنى عنها لتحقيق النجاح. ومما قيل في التفاؤل، إذا كان طريقك مليئا بالأحجار فلا تتعثر بها، بل اجمعها وابني بها سلما تصعد به إلى القمة. والناجح يبحث عن الحلول، أما الفاشل فيبحث عن الأعذار. أعظم التحولات تأتي من أصغر التغييرات. تغيير بسيط في سلوكك يمكن أن يغير عالمك ويعيد تشكيل مستقبلك. ويقال: لولا الظلام ما احتجنا المصابيح، ولولا الخبز المتعفن لما تم تصنيع دواء البنسلين. والتفاؤل من الصفات الرئيسية لأي شخصية ناجحة، فالتفاؤل يزرع الأمل بعمق الثقة. ولا ننسى الطاقة الإيجابية التي تولد فينا التفاؤل، والتي تكمن في الابتسامة التي لها مفعول السحر، فتخلصنا من قلقنا واضطرابنا، تحمينا من الأمراض وتشعرنا بالراحة، وترفع من معنوياتنا، وتضفي على وجوهنا جمالا وصفاء وشبابا وحيوية. التفاؤل يحمل طاقات النور ويعزز الرغبة في الحياة، وحبنا لأنفسنا يمنحنا القدرة على حب الناس. وكما قال شاعرنا: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هلأ ريما، بعد ما تبعنا التقرير يقول أحدهم بأن التفاؤل يتم رؤيته من خلال شعاع الشمس. برأيك التفاؤل فينا نبلش فيه انه مثلا من كل يوم الصبح نحن بنستيقظ بنكون متفائلين؟ بالتأكيد لازم انت تكون هيدا الشيء، يعني مفروض عليك انت تكون هيك لتبلش نهارك صح. قبل ما نبلش نهارنا المفروض انا كيف قبل يومي قبل كيف قبل ما نام المفروض فكر. التفكير الايجابي كثير مهم بهيك امر. انا المفروض قبل بيوم قبل ما نام المساء، وقت اللي بحط راسي على المخده بدي اتذكر شو صار معي بالنهار احداث يلي ما كان مناسب لإلي ومانو مثل ما بحبه على ذوقي. انا بدي افكر شو كان في شيء سلبي بدي نعمله ديليت. لا ديليت ونحاول من بعد، وتخيل انا الشيء الايجابي محله قبل ما نام، كون مفرغه الشحنات السلبيه، اخذ شحنات ايجابيه ابعتها للنهار ثاني يوم الصبح. في الصبح بكير من أول ما بحط إجري على الأرض أنا المفروض مشاعر الامتنان بالتفاؤل كتير مهمة. لما بدي في الصبح كون أنا متوقعة بنهاري رح يصير شيء كتير حلو. في ناس بتفيق متشائمة بتقلك الله يستر اليوم شو رح يصير معي أنا بالنهار،
هيدا عم تجلب طاقه سلبيه لإلها. صح. انا بدي في لا بكل خطوه انا وعم غسل وجهي، انا وماشي لا ممكن اخذ شاور الصبح، انا وعم بفطر كله لازم يكون انا عم اتمعن بكل شيء موجود حوالي، عم احمد ربي على كثير اشياء الله اعطاني اياها، صحه اهلي، صحتي انا، الرزق رايحه على شغلي، اي شيء يعني كل خطوه اول 3 4 ساعات من الصبح انا المفروض كون عم استمتع بكل شيء موجود حوالي واعطي هالطاقه الايجابيه لحالي مع الامتنان، كثير مهم بهيك وضع. حلو، يعني هلا نحن بدنا نقول معناها التفاؤل هو مصدر التحفيز الذاتي يعني. ايه بالتاكيد، انا بس في هون الافكار الايجابيه، المفروض انا الافكار السلبيه لكون متفائل ما تخطر على بالي، الافكار الايجابيه كثير مهمه، التفكير لحاله انه انا تخطر لي فكره وكون انا حزين من جوا ما بيمشي الحال، المفروض شعوري يكون مترافق مع افكاري ليكون شعوري ايجابي، اذا انا مثلا واقعي ما كثير عم بيساعدني انه حزينه بدي ساعد نفسي لحتى ينعكس على افكاري تكون ايجابيه بالتالي على واقعي، المفروض انا شعوري اتذكر شو في عندي شيء بيفرحني بالحياه. صح. ممكن طفل، ابتسامة طفل، طفل عزيز علي أنا، موسيقى معينة، نوع أفلام، أي شيء، مواقف صايرة معي بحياتي أو تواريخ مهمة بالنسبة لي بتبعث عندي الفرح والسعادة، أنا المفروض فكر فيها لأشعر بهي شعور البهجة اللي ينتقل على أفكاري وتصير إيجابية بالتالي. أنا نحن بالأخير التفاؤل هو الخطوة الأولى لأي نجاح ممكن نحن يكون مرتبط بحياتنا، مجرد أنا ما تفائلت وآمنت بهي القصة ممكن أني أنجح. لأي درجة فعلا نقول النجاح مرتبط بهيدا التفاؤل؟ كناحية علمية أو التفاؤل هلا في بعلم الطاقه بيقولوا لك انه كل علماء الطاقه والروحانيين عبر العصور ما في حدا اكيد قبل النجاح في خطوات فشل، انا ما المفروض استسلم، لا عندي الفشل هو دائما بدايه للنجاح، لما افكر بشكل ايجابي السلبي اللي بتبعته للحياه وللكون رح ينرد عليك بسلبي. صحيح. الايجابي رح ينرد عليك بايجابي، فالمفروض انا خيالي يكون وطموحي إيجابي. واسع وابدع بخيالي، مو ارضى اي شيء، بدي اهدف لشيء اهدف لاحلى شيء بتمناه انا مشان يجيني، والكون يعني خير ووفير انه شو ما بتطلبي بيرد عليك، بس تكون افكارك مغلفتيها بالحب، بتعاملاتك مع الناس، مع نفسك، نظرتك لنفسك وللاخرين، يعني لا يكون نظره انه انا همي نافس فلان او قارن نفسي بفلان، لا هيك عالم ما بترتاح، لا ما بترتاح وبتنأذى هي، السلبي عم يرجع لعندها ما عم بيروح على الشخص الثاني. صحيح. هيك يعني ريما انت ذكرتي شيء مهم جدا واللي هو انه هلا من الاغلب الاحيان الناس اغلب الاحيان اي شخص لما بينام اكثر الافكار بتيجي لذهنه هي السلبيه. صحيح. او شو صار معي مشكله اليوم، اكبر غلط هيك، هذا اكبر غلط، لهيك بتشوفي الواحد بخلص يومك تخلص شحناتك السلبيه تاخذ ايجابي تبثه للنهار اللي بعده لحتى انت تكون مرتاح، لانه صح. بالمناسبه انه انا افكاري الحاليه، افكاري بالماضي هي انا هلا بالوقت الحالي، وافكاري هلا هي اللي رح تاخذني شو رح كون بالمستقبل. صح. صحيح. فكتير ما انت عليه النقطة. الان يعني افكاري الان صح. هي اللي رح تاخذني شو رح كون بالمستقبل. حلو. هي انا في المستقبل طبعا. حلو. يعني انه في فكره انه بصيغه ثانيه هي انه انت تقرر ما انت عليه الان. بالفعل هو نصيبي دائما، نصيب الانسان من النجاح والفشل مرسوم وموجود دائما بين ايده، انت اللي بتصنع نجاحك او فشلك، قرر، التصميم والاراده كثير مهمين هون، انت بدك تقرر وتهدف لشيء معين بحياتك توصل له وتتاكد، لازم انت وعم تهدف لشيء وتطلب شيء تتاكد وتامن فعليا انه انت من هاللحظه هو صار بين ايديك وملكك، كثير مهم انه تامن انه باللي بدك اياه رح يصير. صح. هو الايمان هو بالاخير تفاؤل، يعني هذا الموضوع كثير مرتبط ببعضه، انه الايمان والتفاؤل بنفس القضيه بالفعل. او بنفس الموضوع لنوصل نحن للهدف الاخير اللي هو ممكن ننجح فيه باي على اي صعيد. صحيح. بدنا نحكي اكثر عن موضوع التفاؤل، يعني كثير هلا انت حكيت انه لازم في الصبح يكون في عنا كثير طاقه ايجابيه لحتى نحن نكفي نهارنا بشيء من التفاؤل، حين بتفيق بتلاقي في شغلات هيك نكشات صغيره بتقولي مثل ما حكيتي انت الله يسترنا من هاليوم. ايه هذا غلط. بس احيانا بتكون هي يعني الطاقه السلبيه موجوده، انا بخفف مثلا صار معي حدث ما مو انا فقت الصبح مثلا، ايه مو مشكله، قضاء الله وقدره، انه اجت هيك الخيره فيما اختاره الله مو مشكله، هلا انقضت هيك ما في، الحياه كلها طلعه ونزله بتمضى يعني فورا بعتي للعقل اللاوعي انه هذه الامور قضاء وقدر، يدوم يلا بتمضى بيمشي الحال. وبالمناسبه اذا حدا سالك سؤال المفروض انت دائما تجاوبي باحسن الاجوبه. صح. اوقات بيسالوك مثلا كيف حالك انت شو بدك تقول لهم، في ناس بتقول عم دفش والله ماشي ماني سيء ماشي حالي، المفروض انا اقول باحسن حال دائما اكون مستمتعه بكل لحظه عم تمرق وعم بث الايجابي بداخلي وللمحيط. صح. حتى اقنع ذاتي انه انا
حتى لو انا مزعوج من جوا لازم اقنع فعلاً. حالي بانه لا انا تقنعه افضل. وبدك تعيش هالشعور قلنا كيف منعيش الشعور انه بتتذكر شغلات حلوه بالحياه. صح. طيب ريما، هل نستطيع تحديد تبعات الواقع على الشخصيه وكيف؟ هلا الواقع كثير مؤثر على الشخصيه وعلى نفسيتك انت. لما مثلا مثل هالازمه اللي عم نعيشها هلا، بتشوف الناس بالشارع مشيانين بالباص وين ما كان، كله متشائم. صح. ما في مصاري، ما في كذا، هي الناس هي اللي عم تبث هالشيء، هو الواقع ابدا ما انه هيك. يعني الناس وبتعدي بعض الطاقه السلبيه، بتعدي بعض الناس انه ما حدا مرتاح، ما حدا، هذا غلط. انت لما بتبث هيدا الشيء الايجابي من عندك من داخلك كافراد، نحن عم نشكل المجتمع. في دول كتير بتعتمد مثلا على بس المعنويات السلبية والإشاعات وهيك، يعني مناطق كتير ممكن تتأثر بهيك أمر أو أفراد نتيجة هاي الواقع وما يكون إلى علاقة أرض الواقع أو أساس. صح. بصراحة نحن محكومين بالواقع هلأ، يعني أصبح أنت محكوم بالأمل. أكيد محكومين بالأمل، لو ما في أمل ما كنا قاعدين هلأ هون. هي قناعتي. شو ما كان يكون الواقع الأمل. أنت أملك المفروض يكون واسع وطاقاتك إيجابية. حلو. أنا شعاري بالحياة من يبقى الأمل عنوانا لغد أجمل بالفعل. هو هذا الشعار دائما، بس حديث الشارع دائما بنشوفه عم يضحك ومتفائل. دائما هو حديث الشارع اللي عم يصير بأنه أي حدا بدين يحكوا بالأزمة، بدين يحكوا بالمشاكل، بدين يحكوا بالصعوبات، آخر شيء بتشوفي بعد ربع ساعة خلص اثنين فقدوا الأمل، خلص بتحسي أنه انتهت الحياة. أكبر غلط. هذا ليش؟ الغلط. لا. لازم ندور، يعني صح نحن ما نضل واقعيين، بس بالنهايه خلص يعني بالفعل ندور على الايجابي بالفعل بالحياة. ناس كتير جربت عن بعلم الطاقه انه انت شو بتفكر بتشوف بواقعك، فكر بالايجابي رح يجي. ويعني الناس تجرب ما انا خسرانه شيء. من تجربتي انا الشخصيه لما بيكون بدي شيء فعلا ومتاكده منه ومتفائله فيه تماما عم شوفه على ارض الواقع عم يجيني. يعني الكون شو ما بتبعت له رح يرد عليك. جذب، هي فينا نقول بالفعل قانون الجذب. ايوه حلو. تفضل استاذ. عجبتني هاي قصه الجذب، يعني لاي درجه نحن فينا نسقطها صحيحا على موضوع التفاؤل؟ مثلا علماء الصحه بيقولوا لك انه المفروض انت تكوني متفائله كثير مشان توقي حالك من الامراض. شخص متشائم وشخص متفائل بدك تعملي مقارنه بيناتهم. الشخص المتشائم لما بينصاب بمرض بتسوء حالته، يعني بيأثر على حاله بطريقة سلبية. أما صحيح. الشخص اللي لا بدي يشوف الحياة بمنظار تاني، إنه اليوم اللي عم بيعيشه بدي يستمتع فيه لأبعد حد. في ناس بتقضيها بالندب وإنه الأفأفة وهيك، لا في أشخاص تانية بتتابع أفلام كوميدية بتأثر وبتجذب الإيجابي. صح. وفعلا حالة النفسية، يعني أثبتت الدراسات إنه حالة النفسية ومنسوب التفاؤل عندها بيرتفع وبتتحسن. حتى خفة الدم بتصير موجودة عندها، بتكسبها بطريقة بالفعل. فأنا صحتي النفسية والجسدية متأثرة ومتعلقة بمنسوب التفاؤل عندي. صح. هلا في سر كمان بسيط جدا منال، هلا من شوي حكيتي أنت موضوع الابتسامة. رغم أن يكون أنا مزعج وشي، أنه ابتسامتي هي بتعطيني التفاؤل، هي بتعطيني الإيجابية بيوم الشخص الطرف المقابل. يعني طلع بالمراية وابتسم، أنا واثق رح يتغير شيء جوات. في ناس ما ممكن ما تحب ابتسامتك، في ناس بالحياة أشخاص تخجل. لا، في كمان أشخاص بالحياة بتصادف فيهم بتشوف فيهم إنه هن الناس متشائمين لدرجة بيحبوا يكون عندهم أصدقاء متشائمين. أي صح. هيك يعيشوا الحالة. بيعيشوا الحالة إنه هن مبسوطين بهيدا الشيء. حتى بيكذبوا الكذبة بيصدقوا على حالهم إنه هن متشائمين. شو ما صار عندهم إيجابي بيقلبوا سلبي. نحن كأشخاص المفروض نبتعد عن هيك ناس، إنه بتعمل حالة مضطهدة بالحياة، مظلومة، نصيبها ما إنه منيح بالحياة، بتأثر علي سلبا. لا، بشكل إنه عددهم بالمجتمع أكثر من التانيين، أكثر من الإيجابيين. ايه صح. بيرسوا بعض بانه والله انا شفقت عليك اكثر، لا انت بدك ترد لي اياها، انه يعني غلط. عم بيزيدوا الشحنات السلبيه صحيح. عنده صحيح. لك دائما الشحنات الايجابيه لازم ادور عليها باي شخص مبتسم. يعني هلا في كثير عالم توقف على المرايه بتتغزل بحالها. كثير صح. هذه كثير شغله ايه حلوه. ايه من اول ما بشني هالوش هيك احلى هيك كذا. ايه في كثير عالم هيك صح. حتى مثلا بالامتحانات اللي عندها بالمدارس او بالجامعه، انت لما بتروح كرهان الماده او كرهان دكتوره او استاذه، والله مبين بدي مرح شيء. ايه بالفعل. اما لما انت رايح لا واثق بحالك، لما بتروح بدك تنجح تجيب تحت معدل النجاح. لما انت حاطط ببالك انه بدك اعلى علامه، الظروف بتتهيأ لك لانه انت تشتغل هيدا الشيء. يعني مثلا في اشخاص متشائمه بتقول لك قبل بيوم من الفحص ما انا دارسه شيء، والله ما عاد بلحق، انا مستحيل لحق. اما الشخص اللي يعني المتفائل اللي عنده هاي التفكير الايجابي بفكر بطريقه انه انا بقراب 10 ساعات بخلصه هلا بساعتين. صح. يعني بلحق، لا في وقت وبلحق انا وبيمشي الحال. صح.
باخذ النتيجه اللي انا بدي اياها. قد ايه مهم الاسره بالبيت او الاهل يتعاملوا مع اطفالهم بهي الطريقه؟ شيء كثير مهم انه تربي طفلك من هو وصغير باعماره الاولى الشيء الايجابي، تربيه على انه يحب حاله ويحب الناس، لا يفكر بالشيء السلبي، لا تعلميه انه يحكي على فلان او فلان ما بيحبه، لا، لك المحبه اللي بتطلع منك بتنرد عليكي، فانت المفروض تعلمي طفلك يحب حاله ويحب الناس. هاي التفكير الايجابي بخليه مرتاح بحياته وراضي. الرضا والقناعه كثير مهمين بهيك امر. يعني مثلا لما بيكون انا عندي طفل يعني تفكيره مثلا بضل بيقول لك انه الناس والله ما بتحبني، فلان ما بيحبني. في اولاد بتشوفيهم بالشارع مثلا، بعرف اطفال اذا شافوا فلان ابتسم لهم ماما هذا بيحبني، ما يعني هي لبعدين عم تعبير الابتسامه صح، اي لبعدين عم بياثر عليه بطريقه ايجابيه. حلو. طيب برايك ايمتى الطفل قادر يتاثر بموضوع انه التفاؤل يصير ايجابي؟ من هو صغير بدك تعوده تحكي، ايمتى لازم برايك انت بتنصحي الاهل مثلا بهذا الموضوع انه كيف لازم يعلموا الطفل؟ لا، الاهل بيتعاملهم مع حالهم، الاهل بين بعضهم البعض، وبيتعاملهم مع اطفالهم بدك تحسن انه كل شيء ايجابي وكل شيء حلو. مثلا في نقص بالماده بالبيت بالمصاري، بدك ما تحسسه انه الامر تهوله، وهي كل شيء خير والرضا والقناعه تعلمه اياها، يحب اي شيء وكل شيء يفسره بطريقه ايجابيه. الحمد والامتنان حكينا عنه انه كثير مهم بهيك امر. حلو. يعني هلا انا بدي اتعامل مع طفلي بطريقه كثير خاصه لحتى اوصل له هي الطاقه الايجابيه مع حالي. انا لما بكون انا هيك عم فكر ايجابيا بدي بس له هالشيء للطفل ويتعلم وينشا على هيك طريقه. طيب ممكن انه تاثر الى حد ما؟ هلا كثير بيقول لك ما تغنجي ابنك زياده بهي الكلام الجميل او الكلام الطري لحتى ما تتميعي مثلا. لا بالعكس، لما انت مثلا بدك تقولي لابنك انت كثير شاطر، انت شاطر كثير، انت قدراتك ما في منها، رح تنجح مثلا، جرب هالشغله رح تنجح فيها، بتدعميه نفسيا، الطفل بيصير عنده ثقه بنفسه. التأثيرات الثانية بجوز تكون هي الغرور اللي بيصير عند الطفل مع المستقبل احتمال مثلا. ايه بيصير، بس انت بدك تعرف كيف تتعامل مع الطفل بهيك موضوع. في بالعلاقات العاطفية مثلا عند شبابنا، في شباب مثلا ما في حدا الا ما بيفشل وبينجح بعلاقاته وبيمر بمراحل فشل ومراحل نجاح. لما انت مثلا طفلك شاب اللي عندك مثلا او الفتاة فشلوا بعلاقة معينة، هيدا الفشل مفروض ما دا نهاية الدنيا، يعني يتعاملوا على انه بعد الشتاء في صيف، بعد العتمة جاي النور اكيد، يعني بعد الطلعة في نزلة. ايه صح. الله ما يعني ما بياخد شي منك ليبعت لك الشي الاحسن. صحيح. يعني نتعامل مع هالاساس. في ناس سيئة هيك وشريرة شوي بالافكار. صح. مثلا بتدعي على الطرف الثاني انه ما يتوفق او شي، هذا كله رح ينرد عليه. صح. الطرف الثاني ما رح يجي شيء ابدا الا هو عم يعني بيأثر سلبا على نفسه، على ذاته. صحيح. ايه فانا حب الناس لا، واوثق بنفسي كثير. لما انا بيكون عندي باي موضوع شك صغير ارجع انا مثلا لنجاحاتي السابقه، شوف وين نجحان، شو ما كان يكون حجم النجاح، انا هالشيء مشان اعزز ثقتي بنفسي انه لا انا كمان قادر هلا بنجح. حلو. والخوف كمان معروف انه اللي بيخاف من شيء بده يوقع فيه بالنهايه. صح. صحيح. الخوف دائما انه لا، طالما يعني بنرجع لموضوع الجذب، انا خايف من هالشغله وعم فكر فيها اجباري بدي اوقع فيها، بدي انجذب لعندها بطريقه ما. وانا برايي في شغله ثانيه، اذا خفت من شيء خذه. ايه بالفعل. يعني خلص انا بخاف من هالشغله، لا بدي اجربه. ايه خلص بجربه وارتاح من القصه. انا شو ممكن يصير اسوأ شيء؟ لا انا قد وقادر. صح. يعني هلا بالطريق بدنا نقول نفس الشيء بخطين متوازيين، القناعه والتفاؤل. الرضا، القناعه، التفاؤل، كل شيء. التفاؤل هو الخير، شو بيندرج تحته من صفات هو نفسه التفاؤل. هيك. حلو. طيب نحن مثل ما بنعرف هلا يعني كلام التفاؤل كثير موجود ورائع مفتوح. نحن هلا فتره امتحانيه، موضوع التفاؤل وموضوع الاهل، موضوع الابناء، بتشوفي احيانا الاهل من كثر ما متوترين ومن كثر ما متوترين يوصل الطالب يعني الطالب البكالوريا او التاسع هو رايح على الماده مقطوعه قلبه، انه شو الحل هون؟ الاهل كيف لازم يغيروا هاي الحاله كلها سلبيه؟ المفروض انت ملاحظات الاهل الكثيره بتاثر سلبا على الولد، يعني حتى مرافقته للمدرسة أنا برأيي غلط. إيه فعلا غلط. والنطرة برا وبصير إنه بده يطلع بده يكذب على أهله ولا بيحكي صح إنه كتب هيك ولا عمل هيك، فالمفروض لا، اترك الطفل شاب التلميذ عندي يعتمد على نفسه. خلص قله أنا واثق فيك وشو ما إجا من الله شيء منيح، يعني ما حسسه إنه خوفه من النتيجة. صح. اللي ممكن تصير، اترك له المجال إنه شو ما بيجي تمامه أنا واثقة فيك.
هيك هلا التفاؤل مثل ما انه اكيد هو طريق للنجاح، يا ترى النجاح هو طريق للتفاؤل، بيودينا للتفاؤل؟ اكيد اكيد. فالشخص بيكون قاعد مثلا ما عنده ما شايف عنده نجاحات بحياته، من مجرد انه ينجح بشغله معينه رح تزداد عنده هاي يعني حب انه يعيش نجاحات متتاليه. صح، حلو. طيب في فكره انه موضوع انه احيانا مثلا شخص ناجح يعتبر احيانا وصل لشيء وفتره بتعتبري فتره احيانا قد تطول، فكره انه الخمول بتصير بالاشخاص كثير، وانا بتصير فيني بصراحه. أيوة، بحس حالي وصلت لمرحله انه هلا هالفتره فتور خمول، ما بعرف شو بدي اعمل. كلنا بنمر بهيك مرحله، عم فكر ومدور وضايع ما بعرف شو بدي اعمل، شو الحل؟ كلنا بنمر بهيك مرحله، مثل ما قلنا ما في حال بدوم، والحياه طلعات ونزلات. انا هون طلعات ونزلات ومستويه بعتبرها انا مستويه لهيدي الحاله. من لما بيكون عندك هيك شيء انت بدك تتجه على شيء بتحبه، يا بتتجه على الموسيقى تغذي روحك انت تعزز الشيء الايجابي عندك، يا بتتجه للموسيقى شيء بتحبه يعني عيش شيء بتحبه. هلا انا كوجهه نظري انه بحب المعرفه، قد ما بتثقف نفسك عندك متعه بتحس تقرا كتب، ايه بتحس الايجابي ارتفع منسوبه عندك والتفاؤل، والسلبي راح. يعني قد ما انت بتتعلم معارف وعلوم بتقرا كتب، هالشيء بيساعدك. هذا الامر يعني بالاخير نحن بنتجه لهوايه ولا شيء بنحبه لحتى نعزز هي الطاقه الايجابيه. انت بدك تدوري بدك تسالي نفسك انا شو بحب. صح، وبتشوف بسألة لمنال هالسؤال. منال بحالة الفتور أو الملل أو شيء شو بتتجهي؟ الرياضة أو ممكن شيء خاص بالرياضة. الرياضة هو أنا كنت بدي أقولها رأس بس سكتها رياضة ورأس أكتر شيء يعني بتحسي أنه ممكن أنه يروح لك أي طاقة سلبية موجودة عندك، هي الرياضة بيعطيكي طاقة إيجابية جدا. بيعطيكي ناس عندها مثلا يعني بتروح تلعب رياضة بترجعي بتحسي حالك أنك أنت صرتي مليئة بطاقة إيجابية وبدك توزعيها كيف بتعرفي بالفعل. أو في ناس مثلا أغلب شبابنا بيتابعوا مسلسلات وحالات عاطفية معينة بينسجموا وبيعيشوا الحالة الإيجابية. وممكن ناس لا عم تربي مثلا قطة عصفور شيء بتهتم في العناية فيه لحاله عندها بتعطيها شيء. أحيانا حتى بالنسبة للمسلسلات كتير بتشوفي عالم تنطرن ليشوفوا النهاية لياخذوا هي الطاقة الإيجابية، بكونوا عايشين كل فترة المسلسل مع المسلسل وبتكون حياتهم طاقة سلبية. أيوة مزبط. بس آخر حلقة بيقول لك إيه رجعنا خلص مشي الحال. لا مشاكل الشباب كل العالم كل الأعمار. لا وآخر شيء إذا كانت الحلقة الأخيرة سلبية بقول لك ما حلو المسلسل. هلا أنا عادتي شو بعمل بغيرها إذا حتى نهاية فيلم أو نهاية منام حلم بغيرها بشيء أنا بحبه بعيش مرتاحة. يعني بغيرها مثل ما أنا بدي وبحب. للمنام أنك تسقطي على الواقع بشيء مختلف. ممكن مثلا أكون نايمة وعم بحلم بشيء ما عجبني. لا في برجع بكمله أنا مثل ما بدي. لا بعملها إيه شيء إيجابي بيعطيك. حلو. هي استراتيجية التفكير الإيجابي كثير بتساعدك بالحياة. دائما الواحد هي موضوع التفكير الإيجابي شيء رائع جدا. وعلى فكرة علم بالحال وهذا الموضوع بالأخير يعني علم الطاقة، علم التعامل مع الكون، هو قانون الجذب. الكون يعني لا تقول ما في مصاري ما في شيء، كل شيء موجود بوفرة وبيأدي الكل وبيزيد. بس أنت تعرف كيف تجذب هيدا الشيء لإلك بالشيء اللي بتبعته أنت بيرد عليك تغذية راجعة لعندك. صح، تغذية راجعة. طيب بدي أسألك سؤال، بالنسبة شو ننصح الناس بشكل عام؟ اني انا شخص ايجابي، التغذية الراجعة، قعدت مع اشخاص مثلا قمة في التشاؤم، موضوع كيف بدي اعمل ممانعة، كيف بدي اعمل ممانعة حواجز لحتى انه انا ما اتأثر فيهم كليا. طيب رغم انه يعني بجوز يحكي لي قصة عنه يقول لي اسمع لي هالقصة، يحكي لي اياها يأسني. ما بتصير كلنا عنا بحياتنا انا هون كيف بدي احاول، خاصة بالمرحلة هلا. صح، يعني نحن فعلا بحاجة اكثر يعني مرحلة هلا لقطع سلطة الطاقة السلبية معهم. كلنا عنا هيك اشخاص بحياتنا وموجودين دائما. فانت كشخص بدك هلا انت ما عندك هالنوع من التشاؤم الزايد، هالمنسوب الزايد من التشاؤم. نحن كاشخاص بنحب نساعد الصديق او الحبيب او الاهل او اي حدا. أكيد. بدك تحاول تساعده وتعليله من الطاقه الايجابيه، تفرجيه الشيء المنيح اللي هو عنده، ما تفاعل معك. في ناس ما كثير قابله انه تتجاوب خلص، ما يعني ما بتطور بنفسها، هي هيك هي هيك. فانت كشخص لما بتحاول تساعده ما بيتساعد معك. يعني انا بفضل انه نبعد عن هيك اشخاص، طاقه سلبيه فعلا. انا بصراحه جربتها ويعني لما بعد ترتاح وممكن تريحه له كشخص. هلا هي شو بيصير انه مثلا شخص انا مثلا بجوز يكون بهمني جدا انه الشخص متشائم وعم يحكي عم يحكي وسلبي، هلا او شو بيتعبك لانه هيك شخص سلبي ما بياخذ الطاقه الايجابيه اللي عندك. انت بدك تشوف هو شو بيحب.
دور عليه او دور على الايجابيه، اذا طالما شخص بعرفه انا لازم دور له على ايجابياته كله انت كذا وكذا بالفعل وكذا، بالفعل تعزز له هالشيء عنده مشان هو يطلع شوي من هذا الموضوع، وانا على الاغلب بدي اتاثر فيه اذا نصيحه بعد عنه، لانه هيك اشخاص حتى لو عطيتيهم الشيء الايجابي بيقلبوه سلبي، يعني مستحيل يقبلوا اي شيء، بقول لك انا عندي هالشغله بشوف الباقي السيء، يعني مستحيل اشوف نقطه ايجابيه بهذا الموضوع. في ناس تتغنى انه والله هيك بهالحاله اللي عم بيعيشوها، هي مثل ما ذكرتي من شويه في عندهم متعه بالالم وهالمشاعر. مزبوط، هي بيرجع للعادات للبرج شو برايك ممكن يرجع للبيئه للتنشئه انه انت ما انك معوده كثير يفوت بالحياه العمليه. هيدا الموضوع في شغله انت هون المفروض مثلا اذا انت حابب يعني ما عم تطلع من التشاؤم اللي عندك بتجيب ورقه بتكتب عليها اول شيء يفضل بالاحمر تكتب عليها اول شيء انه انا سعيد بحياتي لكذا وكذا وكذا. هلا كلنا يعني في اشخاص بتعملها وانا منهم يعني بتقعد بتكتب 3 و4 صفحات انه قد ما انت سعيد بشغلات معينه وبتحمد ربك عليها بتوقف لمرحله انه خلص شو بدي بعدين، انه انا عن جد كثير عندي اشياء احمد ربي عليها. بعد ما بكتب انا شو عندي اشياء الله منحني اياها وحققتها بحياتي بطلب انا شو بدي بقى من الحياه مشان انا يعني تماما بركز على الشيء اللي بدي اياه ليجيني وانجح فيه. يعني وضع خطه لحياتي، الاهداف القريبه، الاهداف بس الاستراتيجيه. بس بدي اشكر، بدك تمتن اول شيء وتشكر بعدين لتطلب اللي بدك اياه. هلا حلو كثير، وخاصه اذا نكتب نحن قد ايش سعيدين فعلا. هلا عم فكر فيه اذا بترجعي بتكتبيهم هلا في عالم بيطلع معها دفاتر. ايه بوقف انه شو فيني اكتب بس خلص حاجه. صح. حلو، هو الواحد لازم يحط كل الاحتمالات بالفعل. نجربها اليوم غدير، هلا بنعرف على شو كل واحد نجربها جربها ولا انا اليوم بدي اجربها اذا بدي. هلا بالي بس خطر على بالي شيء 10 شغلات هلا ليش هلا لك كمان بدي تاثر الشخصيه كمان ريما مثلا انت هلا بجوز مبسوطه بالقعده قادره انت بكتاباتك للايجابيات بيطلع معك كل شيء عندك ايجابي اذا كنتي مزعوجه رح يطلع معك كل شيء سلبي بس بتحاولي بدك تبلش انت بالايجابي ما تسمح دائما لحالك ابدا تروح على السلبي. السلبي انا برايي الانسان قادر يفصل، مجرد ما انك انت قلتي أنا قادر افصل هذا السلبي عني انا بنفصل. بتعرفي انا شو رايي موضوع السلبي، ليش الواحد لازم يكتب السلبي؟ لازم يكتب السلبي انه انا مثلا عندي مشروع بحياتي بس في معوقات وفي سلبيات رح تصير معي، ليش اكتبها؟ مشان بعرف حالي مشان ما اتفاجئ فيها رح تصير معي وانا رح هلا انت شو بدك بده يصير معك؟ انت بدك باللي صاير معك هلا السلبي رح يطلع كثير قليل تجاه الايجابي اللي عندك. صح حلو. صح. هلا اول شغله انا سعيده فيها وايجابيه انك انت هون معي وبتعرف انت اغلبتك عندي واكيد ريما نحن كثير مبسوطين فيها وقدام المصورات رفقاتي كلياتهم يعني هي يعني هو الجو اللي عايشينه الجو يعني مجرد فريق العمل. صح بالفعل. صح يعني هي اول ايجابيه ممكن انها تخطر على بالك الانتاجيه بتزيد لما بيكون في تفاؤل ومحبه. صح. بين العمال ونحن عم نعمل كفريق وليس كمجموعه يعني عم اقول لك مجرد انك فكرت بشيء ظريف فرن بيطلع معك باي مجال الايجابي والتفاؤل باي صعيد بدك اياه تنجح. صحيح لهيك نحن هي دعوه منا انه يكون في تفاؤل كثير وايجابيات كثير موجوده بهالحياه رغم كل شيء عم نعيشه بسوريا من سلبيات وطاقه سلبيه مشحونه بكثير من التشاؤم بس اكيد نحن اكيد لو ما لنا قادرين ما كان لنا 5 سنين لهلا موجودين. اكيد احنا كثير بدنا نشكرك ريما ابو العروس لوجودك معنا لليوم. شكرا لك وللكلام الحلو والتفاؤل اللي اعطيتينا اياه. تسلمي. شكرا. شكرا. اكيد متشكرك ريما لوجودك معنا واكيد بنشوفك بحلقات قادمه بمواضيع ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك.